الموضوع ان انا نزلت صورة وكانت في ميدان العتبة. انا بس كل اللي بقوله انا احنا ضد التنمر، واحنا دلوقتي بنتنمر بشكل غير طبيعي على الناس وبالذات الممثلين، ومش لاقية مبرر بصراحة. انا رفضت ان انا اطلع في اي حاجة واقول نعمل كذا ولا ما نعملش كذا، انا ماليش دعوة، انا مش دكتورة. بس اللي بتكلم فيه ان التجمعات، لما نزلت صورة لميدان العتبة، انه شكرا للشرطة انها بتحاول تتصدى، واحنا لازم نساعد الناس ديت ولازم يبقى في تصرف سريع. فتالي انت اصلك مش زيهم، ما بتقبضيش يوم بيوم. انا على فكره تعبت قوي في شغلي وطلع روحي، ومشيت كتير قوي مشي من ميدان، من مسرح جلالة الشرقاوي لحد بيتنا عشان ما كانش معايا فلوس. قعدت كتير قوي ما كناش بناكل في المعهد لاني ما كانش معانا فلوس. فاحنا طلع روحنا على فكره بجد، طلع روحي ومش لاقيه. والموضوع مش كده خالص على فكره بجد. بس انا خايفه لان انا ابويا عنده مرض مزمن، واعرف ناس كتير قوي عندها امراض مزمنه، والموضوع صعب صعب.